الله يسعد لي صباحكم حبايب قلبي من وين ما كنتوا عم تتابعوني وان شاء الله ربي يجعل كل ايامكم خير وبركة ورزق وسعادة اليوم طبختي على الغداء هي باشا وعساكرو باشا وعساكرو هي عبارة عن طبختين بطبخة واحدة يعني هون عندي الكبة وهون عندي الششبرك والشي المشترك بيناتهم يلي هو اللبن هلا أنا هون عندي الكبة محشية بصل ولحم مفروم ودهنة وجوز هيك أنا بحب تكون الحشوة بتطلع كتير طيبة وبالنسبة لطريقتي بالكبة فأنا عاملتها معكم على القناة قبل هلا وبعدة طرق، يعني في مرة حطيت بالعجينة لحمة هبرة قد نص كمية البرغل وطبعا هي هي الطريقة الأصلية، وفي مرة حطيت بالعجينة رغيف خبز بديل اللحمة وكمان كتير طلعت ظريفة وبتشهي القلب، على كل حال رح أترك لكم روابط طرق الكبة بصندوق الوصف وأنتوا اختاروا أي طريقة بتعجبكم، وشوفوا كيف لازم يكون حجم قرص الكبة صغير لانه مثل ما قلت لكم بالبدايه انه هي عباره عن طبختين بطبخه واحدة فبهذا القياس كتير بيكون منيح، أه حتى الششبرك أه انا عاملتها معكم على القناه قبل هلا وكمان راح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف، بس بصراحه الششبرك من مبارح عملتهم وحطيتهم بالفريزر، لانه بتعرفوا انتم انه هي الاكله بدها شغل كتير كثير، فلحتى ما انعجق فيها بنفس اليوم لهيك حضرتها من مبارح يعني هن مجمدين هلا كتير منيح. شايفين؟ يعني جمدتهم من مبارح كثير منيح، وما شاء الله طلعت كميتهم كثيره، يعني طلعوا طبقتين. وهلا عرفتوا مين الباشا ومين عساكره؟ بعرفكم انه الكبه هي الباشا، اما العساكر فهن الششبرك. يعني المهم اثنيناتهم رح يعطونا اطيب اكله بالعالم. هلا أكيد رح تسألوني إنه شو هذا اللون الأبيض اللي على راس الكبة آه هذا نشا لأنه أنا لما بلف يعني قرص الكبة أو بكبكب قرص الكبة آه فشو بعمل بحط هيك بزبدية صغيرة آه شوية نشا ومي باردة آه وبصير آه يعني دائما هيك بغطس إصبعي لحتى أقدر آه إني لف قرص الكبة آه ما يفتح معي أبدا يعني طريقة النشا تضمن لكم إنه قرص الكبة ما يفتح معكم باللبن أبدا وهلا بالنسبه لللبن فاكيد انتم تعودتوا علي انه انا باي طبخه فيها لبن مثل الشاكريه مثل الششبرك مثل الكوسه بلبن فانا هاي طريقتي ما بغيرها ابدا عندي هون كيليين لبن وراح استخدم معها كوبين من الحليب الحليب هو اللي بيعطي اللبن القوام الكريمي يعني الكوب اللي راح استخدمه بهذا المقاس وبحتاج كمان معلقتين كبار من النشا النشا يلي هو الكورن وهون عندي معلقة كبيرة من الملح، هلا بالنسبة للنشا لا تضيفوا أكثر من هيك، يعني معلقتين بيكفي وزيادة، لأنه لا تنسوا إنه الششبرك عليه طبقة طحين، يعني مكوناتي بسيطة، لبن، حليب، نشا وملح، هي هي. وهلا رح أخلط كل هالمكونات بالخلاط اختصارا للوقت. وهلا من بعد ما خلطت اللبن والحليب والنشا والملح بالخلاط بدي أرفعهم على النار لحتى يبدأوا يغلوا. وبدي ضل حرك وحرك وحرك <تصفيق> <تصفيق> لحتى ما يفرط معنا اللبن ابدا يفرط اللبن يعني يفصل بصير بيطلع له طبقه مي فلهيك نحنا لازم نضل نحرك وما نقيم ايدنا ابدا وهلا مثل ما شايفين بدا اللبن يغلي هلا انا اذا لاحظتوا اني ما ضفت مي ابدا يعني اللي انتم شايفينه هلا هو لبن صافي وبما انه اللبن عم يغلي فلازم تضيف مي عم تغلي يعني المي بدها تكون من حراره اللبن فاما بتضيفوا المي بارده من البدايه وبتخلطوا كل شيء يعني مكونات على البارد بعدين بترفعوهم على النار ليغلوا او بتعملوا مثلي وبتضيفوا هلا المي السخنه يعني من بعد ما غلى اللبن انا بضيف المي السخنه ضفت انا تقريبا لترين من المي يعني بنفس السطل تبع اللبن عبيت مي وهلا فورا من بعد ما تاكدت انه غلى معي اللبن بنزل حبات الششبرك ومثل ما خبرتكم ببدايه الفيديو انه انا حبات الششبرك عاملتهم من مبارح يعني مفرزين فبدي انزلهم وهن مفرزين على اللبن يلي عم يغلي يعني بدي انصحكم نصيحه انه اصحكم تنتظروا حبات الششبرك لحتى يفك الثلج عنهم بعدين تنزلوهم باللبن لا كارثه بيصير عن جد كارثه بيصيروا بيلزقوا ببعضهم حتى وهن باللبن بنزلهم انا قبل الكبه بس ما بتركهم يستووا معي على الاخر لا بنزلهم بس خمس دقائق بعدين بصير بنزل الكبه فوقهم وبتركهم يستووا سوا ثمان دقائق ومثل ما شفتوا كل ما بنزل شوي من حبات الششبرك بصير بحركهم بالمعلقه السيليكون لحتى ما يلزقوا ومن بعد مرور خمس دقائق على حبات الششبرك باللبن هلا بدي نزل الكبه بس لازم بعوده الاسنان بدي سقب راس الكبه من كل الجوانب هلا اذا سالتوني شو السبب رح لكم ليش لانه بحشوه الكبه مثل ما خبرتكم في بصل ولحم وجوز ودهنه فلحتى تطلع كل هالنكهات الطيبه من جوا قرص الكبه للبن لهيك انا بسقبها بعوده الاسنان وكل ما بنزل كم قرص من الكبه بحاول اني احركها بهذا الشكل وعلى مهلي يعني صح انه هي الاكله من الاكلات المتعبه كثير وبدها وقفه بالمطبخ وشغل كثير لكن والله اول ما بحط الصفرة وبنقعد بناكل انا وعائلتي بنسى كل تعبي انا بشبه هي الاكله مثل اكله المحاشي مثل اكله ورق العنب هدول الاكلات من الاكلات اللي بدك توقفي بالمطبخ ثلاث اربع ساعات وبعدين خلال ربع ساعه بتكون الاكله خالصه <applause> بس معلش ان شاء الله الف صحه على قلوبهم ما شاء الله شايفين كيف قوام اللبن كريمي وبياخذ العقل؟ وصحيح حبيت لكم على نصيحة هلا اللبن يلي أنا عم استخدمه هو من الأساس قوامه كتير تقيل يعني بتحسوه لبنة على قدمه تقيل والله بتحسوه لبنة لهيك أنا ما بضيف كمية نشا كبيرة ولا حتى بضيف بيضة أما إذا أنتوا عندكم قوام اللبن خفيف فبدي أنصحكم نصيحة انه تضيفوا بيضة لما تخلطوا اللبن على الخلاط البيضة بتمسك اللبن كتير منيح حتى لو ضل لتاني يوم وهيك طبختي صارت جاهزة لحتى اسكبها وهلأ يا حزركم شو ناقصها لهي الأكلة؟ ناقصها تقلاية الكزبرة والتوم بحط معلقتين من السمن الحيواني وبقلي فيها توم مهروس وأول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي فوراً بحط عليه الكزبرة الخضراء المفرومة بقلبهم تقليبتين وبيكونوا جاهزين وشوفوا سبحان الله أول ما أبدأ أحط الكزبرة والتوم على هي الطبخة فورا بتصير ألوانها بتفتح النفس والكمية حسب الرغبة هلأ بالنسبة إلنا أنا وعائلتي ما بنحب تكون يعني تقلاية الكزبرة والتوم على الطبخة كتيرة فلذلك يعني وسط أنه لا كتير ولا قليل أما أنتوا إذا بتحبوا كميتها أكثر فحطوا كل هالكمية دفعة واحدة وإذا ما بتحبوا نكهة الكزبرة الخضراء فيكم تستبدلوها بالكزبرة اليابسة كمان كتير ظريفة وهلا اصول هي الطبخه انه نزينها بالصنوبر لكن بما انه الصنوبر مو متوفر عندي وهو من الاساس غالي كثير فعملوا مثلي وزينوها باللوز الصنوبري قليته بشويه سمنه حيواني وعم زين فيه الباشا وعساكرو ومع هالطبخة الشامية يلي من أطيب الطبخات التراثية بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو صدقا هي الأكلة عشق ما حدود يعني لو بيطلع بإيدي كل أسبوع لأطبخها بس لولا شغلها لأنه كتير بدها شغل ووقت لهيك صدفة لحتى أعملها هلأ هاي الأكلة مع إنها من التراث الشامي لكن في كتير عائلات اختلفوا على طريقة طبخها ناس بتحب تقلي الباشا يعني بيقلوا الكبة بالزيت بعدين بينزلوها باللبن وفي ناس بتحب تشوي العساكر <applause> بالفرن يلي هن حبات الششبرك بشوهم بالفرن بعدين بينزلوهم باللبن فكل واحد يعملها بطريقته يلي بيحبها انا بصراحه بحب نزلهم نيين لحتى يمتصوا نكهه اللبن اللذيذه واذا عجبكم الفيديو وحبيتوا طريقتي بالباشا وعساكره حطوا لي لايك على الفيديو وان شاء الله بشوفكم فيديوهات جديده بامان الله باي باي